هكذا اشواطنا متواصله مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في انطلاقه شوطنا العاشر والخاص ايضا باندفاعه وانطلاقه ايضا عاشر الاشواط الخاص بالابكار اللي قايل مهجنات الاصايل. نتمنى للجميع باذنه تعالى التوفيق والسداد والنجاح. مباشره نسير الى مقدمه الشوط مباشره الى المركز الاول. حظ حسين بن مفرح بن تويم الاحبابي يتقدم في المركز الاول، بينما انذار في المركز الثاني، حمد بن سيف بن فالح بن راشد الشامسي والمركز الثالث. وصلت في العاصمه لضاحي بن يمعه بن سعيد العميمي يتقدم على المركز الثالث في هذه اللحظات، مقدما لنا هذا الاسم. والمركز الرابع هذه رجوه لبدر بن حمد بن سعيد الينيبي، وصل خذ المركز الرابع ايضا بدر بن حمد بن سعيد الينيبي، وصل وخذ المركز الرابع. المركز الخامس هناك ايضا ابعاد، محمد بن مبارك بن سالم العامري يقدم لنا ابعاد في هذه الانطلاقه. ناتي في المركز السادس في هذه اللحظات، الوصول من ايضا اللي هي ايضا قادمه رياض لهادب بن حمد بن عصان المنصوري يقدم لنا هذا الاسم على المركز السادس والمركز السابع. الدخول في سابع المراكز من خلال تواجد الظبي خالد بن مسلم بن احمد بن سعيد الكثيري خذت ايضا هذا الدخول على المركز السابع. ثامن المراكز، دخولنا على ثامن المراكز من خلال تواجد المركز الثامن انذار عمير بن سيف بن معضد بن سيف المشغوني، والمركز التاسع في هذه اللحظات سيوف محمد بن عوض بن طويرش العفاري، والمركز العاشر شعار ايضا ابو عادل عاطب بن عطيه القرشي يتقدم من خلال هذه المنافسه والزاويه الاخرى وايضا بدخوله على المركز العاشر. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في انطلاقات هذا اليوم، وهذا هو شوطنا العاشر ضمن انطلاقات هذا الصباح. نعود الى المقدمه، نعود الى الصداره، نعود الى مقدمه هذا الشوط والى المركز الاول ومقدمه هذا الشوط. هناك مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في اندفاعاته وفي تحدياته وانطلاقاته ايضا المميزه. عوده الى ايضا هذا التجمع الجميل، هذا التحدي المثير. هذه هي ايضا العاصمه، ضاحي بن يمعه بن سعيد العميمي، ولكن انذار حمد بن سيف بن فالح بن راشد الشامسي وصل يقدم انذار شديد اللهجه. وصلت في هذه اللحظات وتقدمت رياض، هادب بن حمد بن عصان المنصوري يتقدم راعي عطوه ويقدم لنا هذا الاسم، بينما الدخول من ابعاد محمد بن مبارك بن سالم العامري يقدم لنا ابعاد. هناك دخول اخر جميل من ايضا حظ حسين بن مفرح بن تويم الاحبابي، وصل الاحبابي، ولكن هنا من خيال احمد بن علي بن محمد بو نواس الاكتبي، وصل شعار بو نواس راعي نقد احد بنوك الانتاج بدوله الامارات بالفعل. يتقدم بو علي مقدما هذه النجمه الحمراء التي بداخلها مليون ناموس، فمرحبا بالجميع في عاصمه الجميع. عوده الى مقدمه الشوط، التغيير مع رجوه، بدر بن حمد بن سعيد الينيبي بدا يغير مع رجوه، خذت المركز الاول، بينما خيال احمد بن علي بن محمد بن نواس الاكتبي بدا ايضا ياخذ المركز الثاني. المركز الثالث انذار حمد بن سيف بن فالح بن راشد الشامسي على ثالث المراكز. المركز الرابع رياض هادب بن حمد بن عفصان المنصوري. المركز الخامس وصلت في حظ حسين بن مفرح بن تويم الاحبابي، بينما المركز السادس هذه انذار عبد الرحمن بن صالح بن محمد ايضا الرفاده، وصل في هذه اللحظات يتقدم، ولكن سمحه فهيد بن محمد بن سعيد الحنيتيم المري القادم من ميدان التحدي وصل بالرايه، وصل بالرايه ليتقدم من خلال شقره سعيد بن علي بن سعيد البريص المري. وهنا بن حمدش يصل مع الشرود محمد بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيلي، القدوم الاخر من خلال تواجد ايضا مرضيه هادب بن حمد بن عفصان المنصوري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء متابعين
متابعين الكرام، شوفوا هذا التجمع، شوفوا هذا التجمع، شوفوا هذا التجمع الجميل، ما شاء الله تبارك الله. الكيلو المثير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير بقيادة انذار عبد الرحمن بن صالح بن محمد بن رفادة على المركز الاول، خيال من الزاوية الاخرى احمد بن علي بن محمد ابو نواس يتقدم، يقدم لنا هذا الاسم، وصل بن عفصان يقدم مرضية، هذا بن حمد بن عفصان، والوصول الاخر من خلال سمحة فهيد بن محمد بن سعيد المري، يا سلام بن حمدش مع الشرود، ايضا محمد بن سعيد بن محمد الخيلي يتقدم، ولكن شوفوا بالراية، شوفوا بالراية، ايضا مع شقرة سعيد بن علي بن سعيد الابريس المري، ما شاء الله، انذار 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 على الصدارة، على المركز الاول، على مقدمة هذا الشوط، ولكن بالراية، بالراية يقدم لنا شقرة سعيد بن علي بالراية المري، ولكن انذار عبد الرحمن بن صالح بن محمد بن رفادة على المركز الاول، على الصدارة الاولى ايضا والمقدمة الاولى، ما شاء الله، هذه هي ايضا انذار عبد الرحمن بن صالح بن محمد بن رفادة يقدم لنا هذه الانطلاقة، سلام يا بن رفادة، سلام على فوز انذار بهذا الشوط، تهانينا والناموس ولحظات الوصول بالمركز الاول، المركز الثاني شقرة سعيد بن علي بن سعيد البريس المري، المركز الثالث خيال احمد بن علي بن نواس، والمركز الرابع كان الدخول من سمحة فهيد بن محمد بن سعيد الحنيتيم المري، والمركز الخامس هناك ايضا مرضية هادب بن حمد بن عفصان المنصوري. هذه النتيجة مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، نعود بالتوقيت الزمني وناخذ ايضا الدخول الجماعي وناخذ التوقيت الزمنية بلمسات المبدع والمخرج حسين السيد، له الشكر الجزيل والوفير. هنا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، احداث الشوط العاشر 7 دقائق 28 ثانية، 4 اجزاءين من الثانية، تحقق أيضا التوقيت الزمني الأفضل والأجمل هنا من خلال هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة، تهانينا والناموس على هذا الفوز، 7 دقائق 30 ثانية و9 أجزاء من الثانية، تهانينا لمالك شقرة سعيد بن علي بن سعيد البريس المري، شكرا للعالمي حمد بن راية المري على هذا الفوز. المركز الثالث كان الدخول جميلا، وكان أيضا التحدي مثيرا ما بين خيال وما بين شعار الحنيتيم، وشعار أيضا هناك الزاوية الأخرى مع أيضا هناك 7 دقائق 32 ثانية وأيضا 5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل الذي نشاهده هنا من خلال أيضا هذه الانطلاقة. المركز الثالث سوف نوافيكم به من خلال أيضا كاميرا البرج، شكرا لأيضا كل المتابعين، شكرا لأيضا اللجان العاملة بكل ما تحمله الكلمة من معنى من نجاحات